السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتونا جدا 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 جدا. تجربه جديده وانتوا بتوحشونا يا جماعه عشان كومنتاتكم قمر الحلوه اللي بتسلينا كده بنفضل نقراها بقى وبنتونس بيكم بصراحه بكومنتاتكم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه، لو مش مشتركين ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده، ويلا انزلوا بسرعه اعملوا لايك للفيديو ده عشان الفيديو ده حماسي جدا جدا جدا. الفيديو ده كلكم طلبتوه في انه فيديو، اصبروا هقول لكم في انه فيديو، في فيديو تجربه برضه، في فيديو تجربه من تجارب اللي هي اللي كل يوم في بلد ده او يوم في بلد معينه. يعني انتوا طلبتوا ان احنا نجرب مكرونه او اميره، طلبتوا ان احنا نجرب الاكل اليمني. فاحنا مع الاكل اليمني يعتبر من اشهر الاكلات العربيه المطعم اليمني عموما، فاحنا هنروح نجرب المندي فاحنا قررنا ان احنا خلاص احنا جينا دلوقتي جبنا يعني عنوان مطعم من على الفيس والناس كتير بتشكر فيه طبعا، لان احنا عايزين نجرب تجربه حلوه لان قايم الاكل فعلا يبقى حلو بجد، يعني الاكل بجد مش اللي هو مثلا يبقى. وبعدين العرب فاتحين في مصر مطاعم كتير، فنبقى بنجرب من ايد حد صاحب هو الاكل يمني مثلا، يبقى صاحبه يمني. وان شاء الله الايام اللي جايه هنعمل لكم برده تجربه سعوديه وتجربه ليبيه وتجربه مغربيه وجزائريه ان شاء الله باذن الله. هندور بس على المطاعم دي ونروح لها ان شاء الله ونوصل لها. وانت برده اقترحوا لنا في الكومنتات اماكن مطاعم حلوه تكونوا جربتوها تكون غير المطاعم اللي احنا جربناها. يلا بقى بينا نبدا الفيديو، ما تنسوش اللايك. يلا بينا. الحاجات اللي عندهم يعني ده الغفور ده غريب قوي. احنا دلوقتي وصلنا اهو المطعم يا جماعه وداخلين، هندخل بقى جوه ونوريكم المنيو ونقول لكم تجربتنا وكل حاجه. يلا بينا. بسم الله الرحيم. المنيو في محروقات، اول حاجه الشيزان محروقات. المحروقات دي ليها فطار تقريبا يعني على حد علمي عندهم بقى. طبعا بقى يعني فنزاتنا الحلوين اللي من اليمن يقولوا لنا بقى ايه الحاجات دي لان احنا ما نعرفش. السلام عليكم. بصوا بقى احنا ايه من اول هنا نفر كبده بقري، معرفش النفر. احنا نسالهم طبعا لان احنا ما عندناش خلفيه بصراحه واول مره بنجرب. واول مره هنجرب اليمني في حياتنا. عايزه اطلب فحسه. فحسه اوكي. وعايزه اطلب سلته اكلتي المفضله. كدابه. سلته صنعاني. صنعاني ده عاصمه اليمن صنعان ولا انا بقول غلط؟ انا مش عارفه بس احنا نسالهم. هي عايزه. وعايزين مندي طبعا ده شيء اساسي. عايزين حنيز. عندهم تونه قلابه. عايزين حنيز. اوكي. عشان انا بفضل الحنيز. بصوا يا جماعه هو ده شكل ماشي. قول. وشوربه في سحاوق حمراء. دي صوص طماطم حراق. لا مش عايزين سحاوق. صوص طماطم خضراء سحاوق. طبعا خضراء. لو لبنا بتقرا يا جماعه حاجه غلط ولا حاجه سامحونا لان احنا مش من اليمن يعني احنا. انا ما اعرفش. كل واحد بيبقى على حد علمه ببلده. العيش الملوح. وخبز ملوح كبير، خبز رشوش مسلق. هنجيب هنشوف. هنجيب بقى دلوقتي هنشوف هنختار ايه وهنوريكم الحاجه. فتة موز دي اكيد هتطلع جامده صح؟ بس احنا بقى هنعمل ايه؟ هنجيب العريكه راحت فين؟ عشان انا سمعت ان هي مشهوره قوي. العريكه اهي. احنا هنسالهم ايه اشهر حاجه في المنيو يمنيه اشهر حاجه ونجيبها. ونجيبها يلا بينا. بس هنوريكم بقى. معلش لا قلنا بقري. فحسه وعايزين سلته مريضه. السلته السلته دي زياده فيها. البن بيض لا مش عايزين السنه، خلينا في السلطه العاديه ماشي. وعايزين لحم حنيز بالرز. انت كده هتتلخبط عشان لسه لا مش هتلخبط. طب بص ما شاء الله. طيب بص عايز اسالك بقى، دجاج الحنيز بالرز ده ايه الفرق ما بينه وما بين هو ده اللي احنا لا مفهوم من الهول والحنيز مسلوق 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 مسلوق. لا عايزين واحد لحم حنيز بالرز لحمه والفراخ واحد مدفون حاجه اوكي صح ماشي. عايزين بقى ايه؟ سلطه بقى. سلطات بقى. عايزين سحاوق خضراء. سحاوق خضراء. وعشار. عايزين عشار وشفوت بس شفوت مفيش. والحلبه بس خلاص حلو قوي. العيش. انتوا عايزين تسالوا على حاجه بتاعت الصلصه. كفايه بقى انزلوا في حاجه هنا جبنه.
كنا عايزين صحاوي جبنه مش صحاوي خضر. طب مش هات لنا برده واحده صحاوي جبنه صغيره ماشي. في حاجه كنا كنت هتسالوا على ال المشكل فرن ومشكل صلصه ده ايه؟ بطاطس ماشي عايزينها. ماشي عايزينها. طيب. بص احنا عايزين لحم الخنازير اللي هو بالرز ده نفر مش اللي هو ب 120 تمام؟ ايه تاني بقى هنا؟ خبز. عايزين واحد ملوح، عايزين ملوح صغير ونرطب ولحوم. لا حاجه مسجلين الكرس ده اسمه ايه ده؟ كارس. هو هو نفس الرطب؟ ماشي. طب انت ايه في ايه تاني غير الملوح والرطب؟ هات لنا بس. لا رشوش. لا ترمس. تميس. تميس ده ايه؟ عيش بلدي. ماشي هات لنا واحد تميس. هو فين اصلا؟ مش موجود في ال هو مش موجود ليه في المنيو التميس ده؟ لا ده بكام بقى؟ ده بكام بقى؟ اوكي. لا بعد ما نخلص بقى نحل بقى. عايزين فسحه. حلم بتقول له بقول له المشكله ان هو اول ما جيت بقول له ايه عايزين فسحه الدجاج وبتكلم بكل سكه انا جايه معايا وانا اصلا بقول غلط. انا يا جماعه ما خدتش بالي ان هي اسمها فحسه. فهي بصوا الاسامي غريبه شويه يعني. بصوا يا جماعه اماني واميره معانا اصلا هم مش عايزين يطلعوا معانا في الفيديو ومش يعني ايه هيجربوا بس ممكن ايه هيجربوا بس هم مش عايزين ياكلوا اصلا عشان اللخبطه اللي هم عمالين يلخبطوها. جبنا حد هيقول لنا دي السلطه بالخضار ولحمه مفرومه. دي سلطه بالخضار ولحمه مفرومه تمام. ودي اللي هو شكل السلطه ده فين؟ دي العقده الدجاج. دي عقده الدجاج اللي شبه الشاورما. شبه الشاورما تمام. ودي دي الفحسه البقري. فحسه بقري تمام. وده ده اللحم الحنيز. لحم حنيز تنور. تمام. ودي المدفون الدجاج تمام. وده العيش الرطب. وده العيش الملوح. ده العيش اللي هو ايه؟ ملوح. ملوح. ده العيش الملوح. ده التميز. وده التميز. والسلطات بقى دي صحاب طماطم حمراء. طماطم حمراء. اه ودي بالجبنه. دي بالجبنه. دي حلبه بتتاكل مع الفحصه. حلبه بتتاكل مع الفحصه والسلته. لا لا مش والعيش تمام. ودي اللي هي دي السحاوي الخضراء. سحاوي خضراء. السحاوي عباره عن فلفل وثوم بس. فلفل ودي كلمه سلطه يعني. دي سلطات بالنسبه لنا. اسمها السحاوي دي معناها سلطه بالنسبه لنا. اه اوكي. شوربه المرق. شوربة المرق؟ لا الرز بتاكل معاه ال تمام. مع تمام ماشي شكرا. بص يا جماعه ده دجاج زربيان. دجاج زربيان تمام. وفي منه لحمه. وفي منه لحمه يعني ده دجاج وفي منه لحمه بقى. يلا انا متحمسه قوي الصراحه. الاكل كله شكله يفتح. انا فرحانه قوي عشان انا بحب الرز ده. انا بحب اصلا الرز المندي واللي هو بالفراخ المندي والمدفون وكده. بس الصراحة ما مدفوع... احنا جربنا مدفون قبل كده؟ انا جبته قبل كده من حضرموت بس مش ما كنتش عارف ان هو طيب هنبتدي اول حاجة بده؟ نبتدي ده الحنيز. ده لحم الحنيز بالرز. الحنيز انا ما بحبش الضاني بس طبعا لازم ادوق. هو ده لحم معيز صح؟ معيز ولا لحم ضاني؟ يا جماعة مش بتبطر ولا لكن بس انا ما بحبش اللحم الضاني يعني بحب اللحم البلدي. طب يلا فممكن تقطع لي حتة من الصدر؟ اهي اهي كويس ولا حتى من الصدر مصدق جميل. لا لا حته يعني حمراء. حته حمراء انا ماشي بس هي دي هي دي هي يا جماعه سحاوي حمراء او سلطه حمراء هما بيقولوا عليها كده. ودي حلبه من غير الحلبه معاكي. الحلبه بتتاكل بالعيش بس ماشي. انا طب بروح بقى عشان نكون مع بعض الرياكشن واحد. الحلبة مرة قوي بصراحة. معرفش ده طبيعي ولا ده ايه. مرة اللحمة. اللحمة تحفة. سواها حلوة قوي 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 قوي. السحاوي الحمراء دي يا جماعة بتيجي دايما مع الأكل السعودي والأكل اليمني تقريبا صح؟ والله عجبتني قوي. اللحمة عجبتني قوي. مظبوطة في حتة كمان. انا بقى حلوه. انا بحب اللحمه الضاني عشان دي لحمه معيز. ليه كده يا احلى؟ دي لحمه معيز يا جماعه مش حروف. انا حتى ادوقها بصراحه. انا بحب لحمه الضاني. بحب لحمه الضاني. بحب لحمه المعيز.
السحاوي دي جامدة. فين السحاوي الخضراء؟ ايه؟ ده انا كنت عاملاها سكوب، كنت عاملاها كارثة. بس طبعا دي اكلة تطلع. لا. لا دي امرها رائعة. انا جبتها لوحدها بالمعلقة. هو دي توم حمرا احلى. حمرا احلى من الخضراء. توم وفلفل. دي توم وفلفل اه، حلو. ده اللي بعده. العيش ده؟ ده بقى؟ العيش بقى. ده رز جامد يا جماعة، والله مش قادرة أوقف أكل فيه. بصوا هندوق ال هو العيش ده إيه؟ طبعًا يا جماعة معروف إن اليمن الأكل بتاعهم أنواع كتيرة ومشهور، فالعيش ده إيه؟ وحلو. ده عيش. عيش اسمه إيه؟ اسمه عيش معرفش. نسينا اسمه. قلنا اسمه لا إحنا قلنا في أول الفيديو إحنا هنبقى هنقول لكم الاسم اللي بعديه. هندوقه مع الجبنة. عارفين يا جماعة طعمه ايه؟ طعمه زي الرقاق الطري بس احلى. حلوة؟ حلوة اوي اوي. ده اسمه خبز ملوح. هو ده الملوح واللي تحت ده؟ ده الملوح ده الراجل اللي تحت التميس. حلو. دي جبنة ايه؟ فيتا؟ مش عارفة. هو ده المفروض ان هي جبن بس معرفش هي جبن ايه. بس طعمها تحفة. العيش حلو قوي، انا العيش عجبني جدا. هدوق بقى بالتميس، وعلى فكره سعره كويس. هو ده عيش كبير زي ما انتم شايفين. انا هدوق بقى ده. التميس ده احنا بص يا جماعه احنا مش عارفين المكونات، فاي حد يمني برضو يفهمنا. يعني العيش ده برضو مكوناته ايه كده يعني. حلو قوي. ده اشبه للفين شويه. هدوق بقى بالحلبة كده. العيش ده حلو قوي. دوق الحلبة. حلبة مرة قوي. بصراحة بتجيبنا أحلى. الحلبة ضيعت طعمها. الحلبة مرة قوي 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 قوي. معرفش هل ده طبيعي في اليمن ولا لأ برضه، بس هي يعني مرة قوي. الطري بقى. الطري ده عامل زي العيش السوري. اه. هو محشي حاجة؟ مش عارف. لا. هو عيش ملفوف. اه يا جماعه ده رغيف وعلى حبه البركه وملفوف كده. ادوب ايه؟ ادوب جبنه برضه؟ ما ادوب ده. ايه ده؟ واحنا المفروض الحاجات دي ندوقها. دوقي لوحده عشان تحكمي على طعمه الاول وبعدين تدوقي إيه؟ حاجه. دي السلطه صح؟ لكن بكره فاهم انا بعملها دي السلطه ودي الفحصه. اه دي السلطه يا جماعه اللي هي مقدار باللحمه المفرومه. الله. بصوا يا شبه التورلي. ماشي؟ حلوة. الله ايه الحلاوه دي؟ لا ده اللي بيتاكل بده. بصوا يا جماعه هي طعمها شكل التورلي المصري الطبيخ بتاعنا العادي، بس طعمها صراحه احلى شويه بصراحه. بنعتذر بقى على الاصوات الخارجيه عشان في ناس في المطعم. اه معلش يا جماعه عشان في ناس كتير في المطعم مش هنقدر نتكلم. ايه اللي بعده؟ عندي الفحصه. دي ندوقها بايه؟ بعيش ولا ندوقها بايه؟ بعيش اه تمام. ندوقها بايه؟ بعيش ماشي. المفروض ان الاكل ده بيتاكل بالعيش ولا معرفش. طب يلا يلا ندوق بالعيش. لا استنيك ده يبقى عامل زي الفل. يلا انا استنيك هحاول بس اطلع ايه؟ بصوا يا جماعه غالبا اللحمه متقطعه نساير كده. اه برضه في صلصه يعني تحس ان هو شبه طبيخ مصر صح؟ اه دي باللحمه البقري. عارفين يا جماعه الاكل ده مش الاكل الصعيد صح؟ حلو السلطه عجبتني اكتر من الفحصه. انا رز عجبني اكتر قوي قوي. انا ما عجبنيش انا بحس اللحمه اللي اخدتها دي نيه، بس هو طعمه حلو. بس انا حاسه ان ده كله مرق الدجاج مش عارفه. انا حسيت ان السلطه احلى عشان اللحمه واضحه فيها قوي، لكن انا حاسه ان فيها ايه. بصوا يا جماعه هو الطبيخ ده مطبوخ
متقلب صلصه زي ما احنا بنعمل وجواه الحاجه اللي انت عايزاها تقريبا، فهو شبه تعالي نقول العقده الدجاج ماشي يا جماعه. عقده اسمها عقده الدجاج. بسم الله يا جماعه، هي من اهل كرم قوي. كميات كبيرة، كميات كبيرة ورخيصة ومش غالية يعني. يلا بسم الله. دي شبه الشاورما قال لنا. دي امان يا جماعة بتحاول تبقى الكاميرا حلوة. هو اكل بيتي روعه. لا روعه روعه بجد. حلو ولا لا؟ حلو قوي. شاورما مكشفيه. اللي بعده تعالوا بشكل الخضار. تعال هناخد بقى حبه على الرز. مش قادره اكل عيش. انا حسيت ان شكل الخضار ده زي مسقعه بس متقطع صوابع عشان هو بتنجان. في بتنجان وفي فاصوليا وفي جزر شبه المسقعه، بس هو يزيدوا على المسقعه طبعا الفاصوليا والبسله والكوسه. الكوسه في ناس بتحط في المسقعه كوسه فلفل عادي شبه المسقعه، حتى كمان طعم بتتجمع الصلصه حاجه بتاعها. يلا نفتح المدفون. ماشي يا جماعة. زربيان دجاج. هي ايه دي؟ فرخة. دي فرخة؟ لا دي مش فرخة، في فرخة هنا اهي. امال دي ايه؟ بطاطس. دي بطاطس صح. هنا دي ربع فرخة. بصوا يا جماعة هو الرز ملون كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف نفتح النت. واحد اثنين ثلاثة. ونرش على الفحم. ازاي الرز ملون كده؟ ايه ده بالوان عادي؟ لا 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 هما بيحطوا رش اللون الاخضر بشوف كده في صوص السفره مش عارفه والله. حلو قوي. لا بيعملوا حلة الوان وبعدين بيحطوا حاجه مسكره ولا ايه؟ لون البطاطس. مين قال لك دي بطاطس؟ طعمها طعم البطاطس اللي بتبقى فيها صينية الفراخ بالبطاطس. دول دول فراخ. يلا شكرا يا دول بالرز بقى. فراخ حلوة. من الواضح ان هي معمولة ب في البخار. كله خلاص دي الشوربه. بص دي برده فراخ المفروض ان هي مدفونه كده في السيلوفان. ده اسمه المدفون. وبرده قولوا لنا في اليمن هو ده الطريقه اللي بتعمل بيها ولا احنا مش عارفين بقى. ستايل بتدفن في الرمل وحاجات كده. ممكن نفتحها نتبع الرز. انا حسيت ان هي تاخد تحط على هدومي مش عارفه. يلا بقى ندوق. سخنة قوي. نيجي ندوق الشوربة عشان تبرد شوية. تعالى الشوربة دي هم قالوا لنا ان هي مرقة لحمة. بسم الله. بس محطوط عليها حاجة كركم. و مش عارفه حبهان حاجه عامله زي القرنفل والحبهان نوع توابل حلوه يعني ولا ما حسيتش الشوربه حلوه قوي بصراحه. حلوه بس مش واو. الشوربه حلوه. هندوق الرز ده. طبعا يا جماعه احنا بنقيم بناء على اكل هنا معمول في مصر فقد يكون في اليمن احلى بكتير طبعا. حلو. الله بس مستوية.
لا وحمرة وحلوة. لا والفرخة طعمها أحلى كمان. الفرخة طعمها أحلى قسم بالله من جوه. لحمة حلوة. خذ الفرخة كمان. ذوقنا كله. ماشي يا جماعة نكمل بقى أكل ونرجع نقول لكم تكملنا. بصوا يا جماعة شكلها. يا جماعة اسمها معصور. هي الصراحة شكلها يعني مشهي كده تحسوا ان ايه. فيها مش عارفة ده زبادي ايه؟ وايه مكتوب جنبها. معصور فتة وموز وعسل وقشطة. فتة وموز وعسل وقشطة. الله ايه ده يعني دي قشطة؟ هي اللي فوق دي قشطة كنت فكرها زبادي. الله افرح قوي تصدقوا. صباح الثورات الحرارية. اصبروا. فيها عيش؟ لا موز. فتة موز؟ والله شكلها بالنسبه لي بتحلت بيها. انا مع الحاجات اللي كده ريحتها زبادي زي اللي عندنا في مصر القنبله. يا لوان قصري ده عيش مش حلو طعمها حلو. ده عيش ايه؟ العيش المروح ده بالسمنه تمام بيتفت في المكرونه مع الموز وحط فيه عسل وقشطه حط البركه والزبادي. لا مش زبادي. لا هي بيتحط عليه سنه حليب. ده في ناس بيحبوها في ناس ما بتحبوهاش. تحفه حلوه. يعني انا لما اجي اكل قنبله في مصر بعد كده لما اجي افكر في حاجه حلوه مش نفسي اشوحها قنبله اجي اجيب من هنا. جميله قوي بصراحه. انا عايزه اقول لفوق ده بص تحفه تحفه. انا بحب الحاجات اللي فيها قشطه وعسل و احنا مغمى عليها. بصوا القشطه اللي من فوق دي طعمها جميل بس انا مش عارفه ايه القشطه دي. لا لا زور زور زور. لا عدد يا لكن اللي بتكمل هتطلع احلى. ما جبناش بالتمر عشان احنا ما بتحبوش. انا هاخد واحده لماما وبابا. هاخد واحده تكوي لماما وبابا. جامدة هنقفل نخلص وبعد كده نرجع لكم. يلا هم ننام كمان نام كده تعجبك جامدة. سبحان الله يا جماعة. هي الحاجة انا واماني حبيناها. انا واحلام حبيناها. اماني وامرا ما حبوهاش. شكرا. بصوا يا جماعه عندهم حلويات كده اول ما بتخشوا. ودي ايه؟ دي هريسه صح؟ دي هريسه. دي هريسه بالمكسرات. هريسه بالمكسرات. اه في خلطه الهريسه اللي هي دي. دي الخلطه دي اللي هي الطريه دي الناشفه. اه تمام. يعني دي يا جماعه الطريه ودي الناشفه. تمام. في حاجه اسمها مخاوي وحاجه اسمها مطاط. مخاوي ومطاط. حطيت ده زي الملبن؟ لا اللي شبه الملبن ده اسمه عندنا حلقوم. حلقوم اه ده ملبن. ده شبه الملبن بتاعنا. ده شبه التوفي شويه. تمام. ده شبه التوفي يا جماعه. ده الناشف منه. ده الطري وده الناشف منه. وده الناشف وده الطري. دي حلاوه لبن بشوكولاته. حلاوه لبن بالشوكولاته. انا اول مره اعرف ان اليمن عندهم حلويات كتيره كده. في حاجه اسمها بصوا يا جماعه انا وريتكم اليافطه بتاعتهم زيها الرواني. وريتكم اصبري وريتكم يا جماعه اليافطه بتاعتهم قبل ما ندخل. هم اسمهم مطعم اليمن السعيد. المطعم ده في المنيل. اكلهم تحفه تحفه تحفه. الناس اللي عايز تيجي بقى تجرب الاكل اليمني تعالوا هنا بجد. والناس كلها هنا ذوق وهم اصلا يمنيين فعلا. ويعني مش مثلا مصريين وفاتحين مطعم يمني. لا هم فعلا يمنيين بس وهم ذوق بصراحه. شكرا شكرا. بس كده وكده خلص فيديو النهارده وتجربه النهارده. لا احنا يا جماعه بجد جدا احنا فرحانين جدا جدا بالتجربه بتاعت النهارده عشان بجد المطعم الناس فيه ذوق قوي قوي. الناس ذوق في المطعم. طريقتهم حلوه حتى بيفهموك. يعني احنا مصريين ومش فاهمين الاكل فهم بيفهموك الاكل ده عباره عن كذا. الاكل ده عباره عن كذا. التست عندهم في الاكل حلوه قوي 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 قوي. وعشان محدش يقول ان ده اعلان والله الشيك اهو في ايدي وباقي الفلوس هي اللي انا دفعتها. بخ العربي احنا لازم نشجع يا جماعه. والله لازم نشجع اخواتنا العرب في اي مطعم عربي احنا هنروح وهنقول لكم اصلا. ايه ده يعني احنا هنشجع العرب ومش هنشجع؟ لا انا ما بشجعش كوريا الصراحه. انا بشجع اخواتي العرب. لا لا بس والله برضه الاكل الكوري كان حلو والسوشي كان حلو. بس انا الاكل اليمني عجبني. الاكل اليمني الاكل العربي كله شبيه لبعضه فتحس انك اه يعني بالانتماء. بصراحه انا حسيت ان انا ايه
باكل حاجه طعمها حلو قوي قوي قوي، كاني كده برجع اصاله زمان في مصر كده، فاهمين؟ اهم حاجه انا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك الحلو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، عشان يقولنا بقى كومنت حلو يفرحنا، وقولنا ايه رايكم في التجربه. بس يلا باي باي.